المنطقة الشرقية جوهرة المملكة ومركزها للصناعات النفطية. المنطقة الشرقية هي من أكبر مناطق المملكة، إذ تبلغ مساحتها 672,522 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكان المنطقة الشرقية 4,762,871 نسمة. وتقع المنطقة الشرقية على الحد الشرقي من المملكة العربية السعودية، وتطل على ساحل الخليج العربي. وتحتوي المنطقة الشرقية على 11 مدينة رئيسية حيوية، وتعد مدينة الدمام هي العاصمة الإقليمية للمنطقة الشرقية، وتضم عدة مواقع سياحية. ويبلغ عدد سكان مدينة الدمام 1,057,256 نسمة. وإلى جنوب مدينة الدمام تأتي مدينة خبر، لؤلؤة المنطقة الشرقية وثاني أكبر مدنها، ويبلغ عدد سكان مدينة الخبر 679,988 نسمة. ولقبت المنطقة الشرقية بعاصمة الصناعات الخليجية، واشتهرت بالصناعات البترولية. وتتمتع المنطقة الشرقية بموقع متميز جعلها حاضنة للتراث والتاريخ، وتحتوي على ثروة عريقة من الآثار.